بتكون نتيجة لعامل وراثي، ومن أسباب تانية بتكون عدم الحركة، يعني الزول بتكون حركته ضعيفة، يعني المكتسبات من السعرات الحرارية بتكون أكثر من الحاجة اللي صرفها خلال نشاطه أو خلال اليوم. فمن أسباب البدانة بتكون نتيجة لأدوية محددة زي الكورتيزول، استعمال الكورتيزول أو استعمال علاجات للغدة الدرقية، فدي كلها بتدي في النهاية لزيادة الوزن، بإضافة للسلوك الغذائي الخاطئ، وده هو أكبر حاجة نحن بنشاهدها خلال عصر أو أيام في التناول الأكلات أو الوجبات السريعة، هو السبب الرئيسي في زيادة الوزن. فلا بد من خط برنامج غذائي للمعالجة، وزي ما عارفين أنه لها سلبيات، من سلبيات البدانة ومن المشاكل اللي بتتولد عن البدانة عندنا مرض السكري، وهو من الأسباب المؤدية لمرض السكري، بإضافة لتصلب الشرايين والقلب، بإضافة لأن الأمراض اللي مسببها لنا البدانة بعض السرطانات. فمن أجل الوزن الطبيعي، أو نحن كيف نقدر نشخص البدانة، أو نقول نطلق على الشخص ده هو بدين، فعندنا معادلة عالمية نأخذ الوزن بالكيلو جرام بنقسمه على الطول، بدينا رينج محدد. في حالة شخص وزنه 60 كيلو طوله 170 تقريبا، أو مثلا جانا البضو ماسي انتكس حقه 24.5 أو 6، في الرينج ده بنطلق على الشخص سليم أو وزنه طبيعي. فهي من ضمن الأمراض، أو صنفت من ضمن الأمراض اللي بيسهل على الإنسان تشخيصه، أو زول بيقولوا عليه في مرحلة البدانة بسهولة جدا، ولكن من الصعب جدا أنه تخلص على الكيلوغرامات الزايدة أو الدهون في جسمه. فمن البرنامج هو عماد المعالجة في البدانة، يعني زول أو شخص وزنه زايد أهم حاجة البرنامج الغذائي هو عماد المعالجة كلها، ما بيحتاج مثلا لعلاجات، ما بيحتاج لأدوية، ولا بيحتاج لعملية. برنامج غذائي خاطئ لابد أن نعدل فيه. فعندنا من البرامج الممكن تنهي البدانة أو لشخص مصاب بالبدانة، أولا من مجموعة النشويات يختار نوع واحد في الوجبة، مثلا عنده كم صنف، مثلا في رز، مثلا في فطاير، في كيك، في خبايز، يختار نوع واحد من الكربوهيدرات أو واحد من النشويات. فعندنا استعمال نوع واحد من النشويات بيمنع زيادة الوزن. ثاني، الدهون الموجودة على اللحمة، صفار البيض نمنعه تماما لشان نقلل السعرات الحرارية الداخلة علينا. بإضافة المشروبات الغازية ممنوعة، يمنع شرب كل المشروبات الغازية والمحتوية على الشعير. فعندنا الشيبس والمقليات كلها بتزيد الوزن بصورة واسعة. فعندنا المكسرات ذاتها تشتهر بالسعرات الحرارية العالية، بنبدل الحياة اللي فيها السعرات الحرارية العالية دي بالخضار، ممتاز جدا وفيها سعرات حرارية أقل، فيها أنتي أوكسيدانس أو مضادات للأكسدة. وعندنا الفواكه الموالح، نحن دائما كل الفواكه مفتوحة عند الشخص البدين، البرتقال، القريب، التفاح، فيها أقل سعرات حرارية. نبتعد تماما عن الحلويات، نبتعد تماما عن الكيك، حتى استعمالنا لبعض المغذيات تكون في زمن محدد، مثلا الفطور في مواعيده أهم الأسباب اللي بتدي للبدانة، تداخل الوجبات مع بعضها، الفطور في المواعيد، الغداء في المواعيد، البرنامج الغذائي فمهم في المعالجة للبدانة. فنتمنى أن تكونوا استفدتوا من حلقتنا اليوم عن البدانة، ونعود للاستوديو. نتمنى دائما دوام الصحة والعافية والعطاء، طبعا هو مهم جدا زي ما احنا ذكرنا في بداية حلقتنا، وأكيد عندنا كثير من الأمثلة السودانية اللي لها علاقة بهذا الأمر الجميل والعظيم. وإحنا خلينا نقول بتكرم الضيف والغريب، وحتى أسياد البلد ندي الفقير من غير عدد، ونحمي الضعيف نبقى له سد، بابنا أبدا ما انقفل، عمرنا ما صدينا حد، نحن أغلى من الذهب والمال، شنو كانت وجد، عشت يا سوداني أنت وأصل زيك ما تولد، ودعناكم الله.